استاذه وفاء، بنرحب بحضرتك. عايزين نتكلم مع حضرتك عن النهارده استاذه وفاء بتظهر بلوك جديد الناس مش متعوده منا عليه. احلويت يعني ولا ما بقيتي زي القمر؟ بقيتي زي القمر. انت من صغرك من ايام مهجه وانت برنسين، يعني كنت حلم لكل حد. ربنا يخليك. وكنت فتاه احلام جيل وقتها. الحمد لله. ولا زلت. ولا زلت. تمام. بص بقى بتاع الكهرباء 24 ساعه، ما سجلتش حرق. انا خليني هتمشي وهو هيسجل. ماشي. هتغلط. ماشي. طيب عايزين نتكلم مع حضرتك عن الترتيبات حضرتك الجايه وايه الاعمال اللي هتشاركي فيها خلال الفتره اللي جايه. والله ترتيباتي الجايه ان شاء الله ان انا هنتبه من شغلي وفني وحياتي، اللي انا ماليش في الدنيا غير ربنا ثم هم يعني. بس تمام. في اعمال معينه ان شاء الله، اصل المغارب اللي كان متوقف يتعمل، وعندي حاجات عن شرم الشيخ، وعندي مسرح، وعندي باذن الله اغنيه هسجلها. هو الناس مبهوره بموضوع الاغنيه، لان انا كنت غنيت زمان في مسلسل لكن ما طلعتش كمطربه يعني. فغنيت للاستاذ محمد سلطان الملحن وكده، وغنيت في مسلسل اسمه الفهلاوي، ده كان انتاج صوت القاهره والاستاذ محمد السيد عيسى المخرج. طب قول لنا بقى سر التغيير المفاجئ ده. زي القمر. تمام. عايز اسال. مفيش، عملت حسيت وعملت تكميم والحمد لله. لسه سايباك من كام يعني؟ كملناش شهر. لا شهرين. شهرين؟ شهرين الا حاجه. الحمد لله. عايز اسال حضرتك عن مهجه والدور الصعيدي. حضرتك تابعتي اخر فتره دراما رمضان، كان فيه اكتر من عمل صعيدي. ايه اكتر عمل وجهه نظرك؟ والله انا كنت بشوف جعفر الصبح، وهو ما حدش يتكلم فيه لانه عمل نجح خلاص. ده نجح وربنا مبروك عليه، على الناس القائمين عليه والممثلين والمخرجين وكل اللي في الكاست الموجود. ده شيء جميل يعني. شايفه ان الدراما اختلفت زمان عن دلوقتي؟ لا لا، الدراما هي الدراما. الدراما هي الدراما. مختلف الوقت يعني، في مشاكل وفيه تطورات وفي احداث، في حاجات كتير. طيب الدراما الاختلافات دي او التغيرات دي خدمه الدراما ولا لا؟ هي بتلقط الضوء على حاجات معينه موجوده في الشارع المصري. طبعا ما هو يعني ما الواحد مش بيقعد كده في مكان ويقعد الوحي يجيله يعني. طبعا ده قصص من الواقع. مين الممثل اللي وفاء ميكي تتمنى ان هي تشاركه بطوله اي عمل قادم ليها؟ والله اتمنى اشارك اللي اشتغلت معاهم واللي ما اشتغلتش. لا عايزين نحدد اسم. لا لا لا، افرض ان انا ست أو لا لا لا، ستات ورجاله. افرض ان انا بقول لك انا عايزه اشارك معاك مثلا في حاجه وجالي حاجه تانية احسن، طب ما انا اشترك. طيب لسه ليكي علاقه بالفنان احمد عبد العزيز؟ طبعا ده راجل محترم. طيب. انتوا كنت ممكن او تتمنى تقدميه في سباق رمضان في المسلسلات اللي شفتيها، سواء جعفر العمده او انتوا ايه كان لفت نظرك كنت تقولي انا عامل جعفر العمده؟ تبي مين في ازواج الاربعه؟ ابا جعفر ولا صفصف؟ جعفر عمده ازاي طيب؟ تبي صفصف ولا حد من مراتاته؟ والله انا 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 ده رؤيه المخرج، وبقول لك الحمد لله ربنا وفقهم في كل الممثلين الموجودين في العمل، وهم كل واحد قام بدوره على اكمل وجه وكل واحد نجح. مين الممثله الشابه اللي انت بتشوفي فيها وفاء مكي؟ مفيش حد بعينه كده بتشوفيه تقول دي كانت وفاء مكي في شبابها؟ بتتمنى تقدمي سيره غرور ولا مفيش؟ شباب في ولا مفيش؟ غرور ولا مفيش؟ لا والله ما مساله غرور، بس انا مش شايفه يعني. انتوا شايفين حد قولوا لي ان في شباب مين زي طارق؟ لا احنا مش شباب يعني، بمعنى الشبه لا يعني ملامح، خط، طريقه تمثيل، مفيش صح؟ وفاء تقول السيره الذاتيه انت تتمنى تقدميها؟ شخصيه حد كده ايا كان بقى. كان في ايام الاستاذ المرحوم ممدوح الليسي كنا هنعمل عمل، وللاسف كان نريمان ملكه على عرش مصر كنت هعمل. تمام. بشكر حضرتك جدا ونتمنى ليك النجاح دايما.